الآن ننتقل إلى الزميل والصديق العزيز الدكتور وجيه قنصوة، وهو أيضا بتواضع العلماء قنصوة أيوة أعتذر عن القلق، وهو يعني بتواضع العلماء قال لي أن أعرفه بأنه فقط أستاذ الفلسفة بالجامعة اللبنانية ببيروت، ولكن أيضا لمن يعرف الدكتور وجيه عن قرب فهو من الناشطين والمثقفين على مستوى الساحة العربية، وهو عضو مؤسس في شبكة الحوار العربية التي تحدث عنها الدكتور أندريا والتي كان لها اجتماع هام في هذا الصباح. في ذات السياق يتحدث الدكتور وجيه تحت ذات العنوان، ولكن أظنه له أيضا رؤية خاصة سنستمتع بها إن شاء الله. دكتور وجيه لديك القاعة نصة والحضور وعشرين دقيقة، لأن الدكتور عمار خد 20 دقيقة، فأنت أيضا يعني إنصاف تأخذ 20 دقيقة، وإن تبقى وقت يعني سنستمتع إليكم إن شاء الله بأحدثكم. تفضل دكتور. مساء الخير للجميع. أنا سأنطلق من إيحاءات عنوان المحاضرة، لكن مع بعض التعديلات بالمفردات، رغم أنه أنا أذكر أنه تعبير المعوقات رغم أنه تعبير المعوقات والشروط أنا شاركت بإنتاج هذا العنوان عندما كنا نناقش عنوان المؤتمر، لكن شيء خطر ببالي أنه عندما نتحدث عن الانتقال إلى الديمقراطية علينا أن ننطلق من واقع نعيشه، واقع راهن، علينا أن نقرأ أنفسنا وعلينا أن لا نبالغ في إدانة هذا الواقع، لأنه هذا واقع نحن أنتجناه بيعبر عن سياق ثقافي وتاريخي، بالتالي علينا أن نفهمه أكثر من أن نصدر عليه أحكاماً. هذه نقطة. وبالتالي بدل الحديث عن المعوقات، طبعاً هذا يعني أنا مقترح منهجي، نتحدث عن الأرضية، أرضية الواقع الذي نعيشه، ننطلق من المعطى القائم وننظر كيف ننتقل إلى واقع آخر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أحيانا كثير نتكلم عن الشروط بمعنى بحاجة إلى أن نحقق شيء يسبق الديمقراطية، يعني حققوا شرطا معينا تصبح الديمقراطية نتيجة، في حين أن الديمقراطية بالحقيقة ليست نتيجة، هي سياق، يعني شيء يتكون، شيء ننتجه، شيء ينطلق من داخل المجتمع، ليس شيئا نستورده، ليست أفكارا جاهزة يعني نبحث عن آليات لها، هي بالحقيقة وعي وممارسة وبنية تتحول إلى جزء من التكوين الثقافي والاجتماعي لكي تترسخ في هذا الواقع وتنقلنا إلى واقع آخر. يعني بعبارة أخرى، عندما نتحدث عن الانتقال إلى الديمقراطية نتحدث عن مسار، process، يعني هذه it's a process، مسار ينقلنا إلى واقع آخر، ومسار محكوم لإطار زمني، يعني في انتقال من مكان إلى مكان آخر بسياق زمني، ننتقل من شرط إلى شرط آخر. هل مسألتين جعلوني قارب العنوان بطريقة مختلفة، قارب أنه كيف، ما هي مكونات الانتقال إلى الديمقراطية، وكيف نقارب موضوع الانتقال إلى الديمقراطية، يعني عن ماذا نتكلم الحقيقة، يعني خلينا نبلش من الصفر، عن ماذا نتكلم بفكرة الانتقال إلى الديمقراطية، ماذا نقصد بالانتقال إلى الديمقراطية، وما هي المكونات التي تتطلب منا مراعاتها والنظر فيها والالتفات إليها عندما نتحدث عن الانتقال إلى الديمقراطية. في عندي الباوربوينت سلايد 1 إذا ممكن، مش عارف إذا الكل شايفه، ممكن
طفي النور. اللون بنفسجي ده كمان يا دكتور. لو ممكن نطفي النور. انا ما انتبهت للون يعني اعذروني. نطفي النور ولا هيؤثر على التلفزيون؟ انا مش انا حابب احكي فوق. طب هل ممكن مايك متحرك يا استاذه هبه عشان هو ممكن دكتور وجهي يتحرك؟ في مايك متحرك. إذا في مشاكل بس التلفزيون. طيب ماشي مش في تلفزيونات ماشي. لاحظوا معي الشكل. أنا يعني حتى هذا الوقت عم بيروح من وقت محاضرتي، أنا بديش ضيع وقت. إذا بتلاحظوا الشكل المربع الموجود بما نسميه التحولات والتغيرات. لو حضرتك يا دكتور تحب تتحرك. ما في التلفزيون. المايك. هاي المشكلة يعني. إذا بتلاحظوا معي المتغيرات والتحولات بالمربع الأخير، إنه عندما نقول أننا نريد أن ننتقل إلى الديمقراطية، هنالك شيء يتغير ويتحول في المجتمع، ومثل ما قلت إنه الواقع لا نريد أن نخرج من شيء ونصبح شيئاً آخر، إنما الواقع نفسه نريده أن يتحول. يعني في نوع من الترانسفورميشن، مش إنه خرجنا من شيء ودخلنا في شيء آخر، خرجنا من ذاتنا وأصبحنا يعني ذوات أخرى. بالحقيقة في عملية الترانسفورميشن. فإذا هذه التحولات اللي هي عم نتحدث عنها بالتحولات الديمقراطية، هذه العملية إذا منلاحظ أنه متعددة الأبعاد. يعني هذه الفكرة الأولى اللي حابب أقولها، أنه في عنا أبعاد سياسية، أبعاد اقتصادية، أبعاد اجتماعية، أبعاد ثقافية. يعني إشكالية البعد الواحد بالانتقال إلى الديمقراطية أصبحت منتفية، لم يعد هنالك مجال للحديث عن الأسباب الطولية، يعني الأسباب اللي بتجي متعاقبة سبب إسر آخر. لأنه بالحقيقة كان في كلام قديم يقال أنه البلدان النامية حتى تحقق الديمقراطية علينا أن نوفر لها الشرط الاقتصادي. مجرد ما ندخل العنصر الاقتصادي الرفاه يتحول، الرفاه يتحقق ثم تتحقق الديمقراطية. مقولة ماكس فيبر أنه في منظومة قيمية للحداثة، إذا المجتمع أحدث تحولا ثقافيا في مجتمعاته وتبنى قيم العقلانية فإن المجتمع أيضا يتحول. يعني دائما كانت المقترحات بالحقيقة تتحرك في إطار البعد الواحد. المشكلة الأساسية أنه إلى الآن لم يثبت، يعني حتى بدائرة علم الاجتماع لم تثبت علاقة سببية بين سبب وآخر. يعني لم تثبت أنه إذا حصلنا العنصر الاقتصادي العملية الديمقراطية تتحقق بشكل آلي، لأنه في السبب في ذلك أنه في علاقة أثر وتأثير متبادل. يعني الانتاج الاقتصادي صحيح يؤثر في الحياة العامة، يؤثر في الثقافة، لكن أيضا الثقافة التي تتبنى منظومة قيمية مختلفة أيضا تؤثر في الحياة الاقتصادية. فإذا العلاقة السببية بالحياة ليست علاقة طولية تسير باتجاه واحد، إنما هي في نوع من تبادل وتفاعل. هلأ إلى الآن، وهذه يعني أرلينغتون صاحب كتاب الديمقراطية Modernity and Postmodernity بيتكلم من زاوية إحصائية فقط، أنه إذا تحقق الشرط الاقتصادي ممكن تنشط العملية السياسية، لكن كيف يمكن أن تفسر هذه المسألة بالحقيقة لا يستطيع أحد أن يفسرها. يعني بدائرة علم الاجتماع المشكلة دائما بدائرة الاجتماع في الحياة الاجتماعية السياسية لا يمكن استنتاج معادلات رياضية جامدة للعلاقة بين المكونات المتعددة. في نوع من إحصاء، في نوع من تقديرات، في نوع من أنه إذا وجد شيء ممكن هذا الشيء ينوجد معه، لكن كيف العلاقة وكيف كيف الطبيعة الرياضية لهذه العلاقة بالحقيقة إلى الآن لم يستطع أحد أن يدعي هذه العلاقة بشكل حتمي كما يحصل في المجال التجريبي والمجال. لذلك إشكالية البعد الواحد لعملية التغيير إشكالية خطيرة جدا. المراهنة على البعد الاقتصادي مثل ما تحدثت يعني مع أحد زميلاتي الأعزاء،
أنه على طريقة أدم سميث، أنه الحديث عن هذه اليد الخفية، الدولة ما تتدخلش وترك المجتمع يدبر شأنه بشأنه. فكرة الدولة الخفية أنتجت رأسمالية، أنتجت بنية صناعية، أنتجت اختراب عن اختراب الفرد، أنتجت لا مساواة، أنتجت طبقية، أنتجت فكر اشتراكي وتأزم، تأزم شامل بالحياة. إذا بدنا نروح وإذا بنطلع بالمربع في الوسط، وأنا سميته بالحقيقة هذا قوة الدفع واستراتيجية التحول والتغيير. يعني السؤال الأساسي، هل نتبنى مقولة أدم سميث أنه لا تتدخلوا يا جماعة، دعوا المجتمع، تركوا يتفاعل فيما بينه، هو الذي يحقق الرفاه الاقتصادي، هو الذي يحقق الديمقراطية، هو الذي يحقق كل شيء. بالحقيقة هذه الفكرة تم الوصول نتيجة اتباعها على مدى أكثر من 150 عام أدت إلى نتائج كارثية. بالتالي اضطرت المنظومات الاقتصادية الغربية تتبنى المنظومة الكنزية التي تفرض أن الدولة تتبع سياسة معينة، سياسة يعني عملية تحكم. ماذا أقصد بهذا الكلام؟ أقصد أنه لابد للعملية الديمقراطية من أن يكون هنالك قوى دافعة فيه. يعني علينا أن نبحث عن القوى الدافعة داخل المجتمع، يعني اللي بتعطي المومن، اللي بتعطي المومنتوم، بتعطي قوة الدفع. بالحقيقة في ثلاث مكونات معروفة يعني بدائرة الفكر السياسي أو علم الاجتماع السياسي: عندنا الدولة، عندنا المجتمع المدني، وعندنا القطاع الخاص هو القطاع الإنتاجي. الإشكال دائماً أنه إذا بعد من هذه الأبعاد تحكم وأصبح غيب الأبعاد الأخرى، يعني الدولة عندما تفقد توازنها مع إمكانية المجتمع أن يحاسب الدولة ويراجعها، تلقائيا تتحول إلى دولة استبداد. لا يمكن الرهان على حسن نوايا القيادة السياسية، ده كلام منافي للديمقراطية. قد يكون قديس، لكن حتى القديسين بالحقيقة اللي تركنا لهم مجال للنوايا الحسنة بالحقيقة أنتجوا استبدادا بطريقة أو بأخرى. لا يمكن الرهان على القيادة الكاريزمية، لا يمكن الرهان على القائد، رغم حاجتنا إلى القيادة. وفي فرق بين القائد والقيادة. القائد هو الشخص الماشي الناس قدام الناس والناس ماشي وراء. القيادة الليدرشيب هي مؤسسة، هي واقع تؤهل كل فرد أن يشارك بالعملية السياسية، بحيث أنه كل فرد بيكون عنده صفات ليدرشيب. الأمر نفس الكلام بالنسبة للقطاع الخاص. لا يمكن تغييب القطاع الخاص، ولا يمكن أن نتركه يتفرد بالحياة العامة. أنه عطوا اقتصاد، عطوا اقتصاد بتحول الإنسان. يعني ثقافة مدرسة فرانكفورت كلها إذا حدا مطلع عليها، يعني هي تتحدث عن إشكالية القطاع الإنتاجي، كيف تدخل هذا القطاع الإنتاجي ليس فقط ليعمم منتوجه، إنما ليعمم منظومة قيمية تنافس قيم المجتمع، تنافس الدولة، وتأخذ الفرد باتجاه آخر، بالإنسان المسطح، تعبير ميركيوز، رجل البعد الواحد، كل أبعاده المتعددة بيصبح بعد واحد، شخص واحد، جانب واحد فقط، بيصبح إنسان بيعيش بالروتين، تغيب مضامين إنسانيته، مضامين حياته. بالحقيقة بالوقت اللي نحن بنبحث عن القوى الدافعة، يجب أن تكون جميعا حاضرة، لكن أيضا يجب أن تكون متوازنة، ويجب أن يكون هنالك تكامل. هون أنا شوي يعني استعملت تعبير استراتيجية، لأنه بالحقيقة بزماننا المعاصر، بما أنه ما عاد فينا نحكي عن البعد الواحد وعم نحكي عن فاعليات متعددة، بدنا نحكي عن استراتيجية. يعني عن عندما نقيم شيء، وهون بيجي الإشكال، أنه الحديث عن شعب جاهز ومش جاهز ما له معنى. هذا الكلام، هذا كلام خطابة. نتحدث عن استراتيجية صحيحة واستراتيجية خاطئة. استراتيجية يعني عاطلة، good or bad، يعني مش خير وشر، مش جاهز ومش جاهز، كفو أو مش كفو. لأنه المش كافئ ممكن نشتغل أنه يصير كفو، لكن استراتيجية صح ولا غلط، هذا الإشكال.
نحن نتكلم عن استراتيجية، استراتيجية تتشارك فيها قطاعات المجتمع الفعاليات الثلاثة في موقع معين، تراعي خصوصيات وبتنطلق استراتيجية. يعني بدون قوة دفع، بدون استراتيجية لا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي. إذا في مجال السكند سلايد هون، يعني شوي أنا عندي شوية خلفية ماثماتكس، يعني فبحب فلسفة منطقة. إذا بتلاحظوا في عندنا ثلاث حالات لعملية التحول. أنا مضطر أوقف يعني، سمحوني يعني. إذا لاحظنا مسار التحولات، إذا عملوا لنا إحنا مسار تحولات ديمقراطية، وهيدا عم نعتبره أن عملية تاريخية يعني تحصل في سياق زمني، ففي ممكن عندنا ثلاث حالات للتحولات. الحالة الأولى هي حالة فاقدة القدرة، يعني بيجي مجتمع بده يغير، بيطلع بده يوصل. هيدا المعيار الأساسي اللي نحن بدنا نوصل له، هذا المعيار الثابت الذي يجب أن تستقر عليه الديمقراطية وفق معيار معين، أنا راح يجي على الكلام عليه. لكن المشكلة عندما تفقد القدرة، بتحاول لكن ترجع بتسقط، بتحاول مجددا ترجع بتسقط، فاقدة القدرة لن تصل، it doesn't have the momentum، ما عنده قوة الدفع الكافية لكي تنتقل وتتحول. في نمط آخر لا، عنده طاقة دفع استثنائية، لكن أيضا ما عم بيروح على المعيار، بضل ساحب بيروح محل آخر تماما، مثل البنية لما بنعطي الاقتصاد طاقته الكاملة على حساب المكونات الأخرى، يحصل الفرد اختراق، ما بيعود في مواطنة حقيقية، المجتمع بيصير معطل، بتصير الحياة السياسية هي عبارة عن شبكة مصالح قوى اقتصادية. بالحقيقة منلاحظها أنه عنده قائد دفع لكن بتروح على مسارات أخرى، بتبعد عنه. وفي المسار الثالث اللي هو بيحتاج إلى أن يكون قادر، يعني المومنتوم نسميها، سميتها القدرة طبعا، قوة الدفع، قوة الدفع ومستقر ستيبل، لأنه عارف حاله عم بتروح بهذا الاتجاه. بالحقيقة هيدي المسألة، إنه هيدي كلها نتيجة استراتيجي، يعني هذا هون بهذا الموضوع بالخصوص في عنصر قوة الدفع وفي عنصر استراتيجية بحد ذاته. ممكن استراتيجية تاخدنا، استراتيجية غير متوازنة بتاخدنا على المحل الخطأ، استراتيجية قوية اعطيناها قوة الدفع ضخمنا الدولة، غيبت الفرد وغيرت غيبت المجتمع، ضخمنا الاقتصاد. على فكرة أيضا إذا ضخمنا قدرة المجتمع وأعطينا المجتمع المدني مجال طاقة خارج الدولة، ننتهي بمجتمع الصحراء، مجتمع البدوي، ننتقل إلى مجتمع البدوي. المجتمع المدني لا يمكن أن يحقق مدنيته وديمقراطيته إلا بإطار الدولة. على ذلك الدولة هي المكونات الثلاثة شرط أساسي. المجتمع المدني خارج الدولة هو مجتمع البداوة، هو مجتمع الصحراء، والحرية حرية البدو بالصحراء، يعمل البدو إياه بس ما في حياة مدنية. هذه الإشكال. نرجع السلايد وان. قدي بعد 5 دقائق تعطينا. طيب أنا رح أرجع لسلايد وان، وكمان اسمحوا لي يعني هيك تعطيني حراك أكثر. بيجي للمعايير، أنه نحن نريد أن ننتقل إلى الديمقراطية. طيب شو المعيار الذي عندما تحصل تحولات ونضع المعايير على أساسها لنعرف أننا نقترب بتحقيق الديمقراطية أم لا؟ هذه مشكلة أساسية. أحيانا كثير يحصل أننا نتبنى المعايير الغربية بقراءة تحولنا للديمقراطية. بالحقيقة المعايير الغربية هي عبارة عن معايير لضعف وقوة الديمقراطية وليس معيار للانتقال إلى الديمقراطية. بالحقيقة نحن عم نحكي عن completely different process، يعني عملية مختلفة تماما عن تقييم الديمقراطية. يعني لما نقيم الديمقراطية معناتها في واقع مؤسس نبني عليه بتقييم الديمقراطية. عندما نتحدث عن الانتقال إلى الديمقراطية
يعني هنالك واقع غير مؤسس نريد أن نؤسسه ونبني عليه بتقييمنا للديمقراطية. على هيك المعيار بالانتقال للديمقراطية بالحقيقة كثير مهم. علينا أن نبحث عن الأسباب العميقة، علينا أن نبحث بالقعر مش فوق، بالقاع تحت، تحت ندور شو عم بيصير، الأسباب العميقة مش الأسباب المباشرة. السلايد الثلاثة هون أنا شوي جبت معايير نجاح الديمقراطية، جبتها من الكتب الكلاسيكية، يعني روبرت دال، أكثر من شخصية المشهورين بالكلاسيكيات الفكر الديمقراطي، وبيعرضوا الديمقراطية ونجاحها، قوتها أو ضعفها. مثلا حفظ الحريات الفردية، حق الجميع البالغين بالانتخابات، منافسة سياسية حقيقية لا شكلية، مساواة قانونية، سلطة قضائية، حماية من التعزيز والاعتقال التعسفي، توازن السلطات، تعدد مصادر المعلومات إلى آخره. يعني أنا هون نقلت ما اخترعت. بالحقيقة هاي المعايير لا يمكن اعتمادها أساسا لتقييم وجهة الانتقال إلى الديمقراطية. بالحقيقة الانتقال للديمقراطية هي تقييم لبوصلة، لوجهة، وليس تحقيق للديمقراطية. هي الانتقال هي تأسيس واقع بأكمله يمكن البناء عليه للديمقراطية. على هيك أنا رحت على الأسباب الأعمق، يعني الأسباب التي هي تشكل الأساس لأي حياة ديمقراطية. رحت مثلا، وكمان هذه أفكار مقترحة، يعني بس بلحظة تفكير سريع، مفهوم الدولة الحديثة. نحن بمفهومنا ووعينا للدولة وممارستنا الدولة هي دولة استبداد، بالعمق دولة استبداد، بالشكل مهرجانات وخطب، لكن بالعمق دولة مفهوم الدولة الحديثية، لا مشخصنة، القانونية العقلانية الراشنال، الولاء للدولة وترسخ مفهوم الدولة الأمة. الدولة الأمة يعني نيشن ستيت، يعني بالمعنى السياسي. يعني الحقيقة مفهوم الدولة الأمة غايب أساسا. لاحظ لوين عم نروح، عم نروح على الأرضيات، قيم المجتمع التقليدي traditional values. قديش المجتمع عم يقدر ينتقل من قيم العائلة، وهيدي بيغلبها لأنها هي عبارة عن نظم مصالح وولاءات، عم بيغلبها على قضية الهوية العامة، إشكالية الهوية الجامعة والهوية الخاصة، هوية المجتمع. لاحظ التدين والخطاب الديني، هيدا كمان إشكالية بحد ذاته، تفعيل المجتمع المدني الواعي المواطن إلى آخره. أنا اللي عم حاول أقول أنه الانتقال إلى الديمقراطية هي بالحقيقة عملية جذرية، يعني تبحث في الأسباب العميقة لعملية الانتقال وليس فقط في الأسباب المباشرة. لأنه مجرد ما نحكي عن الأسباب المباشرة للديمقراطية غيابها وعدم غيابها، بالحقيقة لا يوجد واقع تقف عليه هذه المؤشرات. هلأ بيبقى بس فكرة أخيرة وأنهي الكلام، وممكن بالنقاش بعدين، انه هل استراتيجية تستطيع ان تقدم معادلة رياضية واضحة؟ بالحقيقة لا يمكن للواقع البشري الاجتماعي السياسي ان ينطلق من معطيات رياضية حدية، يعني الاكويشن والفورمولا يكون كل البارامترز والكوفيشنتس واضحين ومحددين. بالحقيقة هي عملية مستحيلة. لذلك يبقى الحديث، برجع لسلايد 1 إذا في مجال، بس خلص خلاص، لا سلايد 1 برجع، أنه كيف نعرف أننا ننتقل إلى الديمقراطية إلى هذا المعيار؟ قياس المؤشرات، مروع المؤشرات. يعني لا يمكن للعملية الديمقراطية بدون أن نرصد هذه التحولات ونقرأها قراءة دورية ومتأنية من خلال المؤشرات. المؤشر بالحقيقة هي مش بس قراءة واقع، هي قراءة لذاتنا. نحن عبر المؤشر التجريبي نقرأ ذاتنا على أرض الواقع، أين أصبحنا الآن، أين ذاتنا أصبحت، في أي موقع، ولوين رايحين. فبالتالي المؤشر، العملية، عملية الانتقال والتغيير الديمقراطي
لابد أن تستند إلى عنصر قياس المؤشرات، لابد أن نحدد المؤشرات وفق المعايير اللي أنا ذكرتها اللي هي معايير غير مباشرة. يلا خليني بس أختم. وفق قياس المؤشرات يعني لابد أن تكون دائما عملية تجريبية، يعني دائما حالة رصد دائم للذات، حالة نقد دائم للذات، لأنه المؤشر هو بالحقيقة نعرف أين نحن ويضل في عنا قدرة دائمة على النقد. هنالك قول جميل: الإعجاب يمنع من الازدياد. شكرا.